السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلك، سلام الله وبركاته. يا شيخ، أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي سؤال كده يا شيخ. تفضل. أنا دلوقتي من فترة كده كنت حلفت إن أنا يعني هموت واحد، يعني بهزار، يعني مش قصدي إن أنا هقتل هموته، لكن حلفت إن أنا هموته. يعني عقدت اليمين أو لم تعقد؟ قلت والله هموتك بالظبط كده. لا لا، مش قلت والله هموتك، كلمة على لسان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تمام، يعني ما عليش أي حاجة، ولو الحلفان ده ملوش. قلت لك أنت تقول لم تعقد اليمين، أيوه. فلا شيء عليك.